بهاري ده برضو كده هيبقى للبحر. بس يا بنتي النهارده مش طالبه معاها تدخل على اي شاطئ، هي طالبه معاها تتمشى في الشوارع، وهي الجوله كمان مطلوبه مننا شوارع بيانكي. ممكن برضو ان انا اخر الشوارع دي باخدها للاخر خالص، بتطلعني على شارع الحنفية البطاش، والبطاش كمان من بره. بصور لكم برضو المباني اللي بحسها رقيقة قوي كده وجميلة زي ده كده. بصوا رقيقة قوي في وسط الفيلل والقصور اللي هنا، رقيق قوي ده صح؟ اه شكله صغير كده وكيوت عن الفيلل اللي شفناها. طب يلا بينا بقى. شكل كده برضو فيلا كده هنا. بصي برضو الجمال اللي هنا، بصي الفل والياسمين اللي واقع في الارض ده، شايفاه اهو، بصي كده ريحته كمان طالعه. بصي الجمال، في اجمل من كده تمشيه؟ بصوا كده برضو كده برضو يدخلني على البحر، كده برضو الاخر يدخلني برضو على البحر. لو باين كده برضو من هنا الاخر كده هيبقى البحر. الجمال برضو لو تلاحظوا ان انا ما بدخلش البحر، بجيب لكم من بره كده، عشان انا النهارده الجوله مطلوبه الشوارع بيانكي نفسها، التمشيه في الشوارع نفسها، عشان اللي حابب برضو يصيف هنا يبقى فيه كمان غير الشاطئ التمشيه نفسها. طبعا الشواطئ كلها انا عامله في شاطئ شاطئ، كمان عامله جوله على كل شاطئ، عشان كده كمان ما دخلتش، وجبت برضو الاسعار بتاعت كل شاطئ، سواء كان شاطئ خاص بكارنيه او شاطئ اللي هو عمزه اللي هو في اخر شارع 8 كده، وجبت اسعار اللي هي شواطئ هجير اللي تبع شارع 8، وجبت اسعار. دي كده برضو فيلا، كده برضو ريحة برضو الفل او الياسمين. هاي شارع برضو كده على يميني كده يدخلني برضو على البحر ده كده برضو، لو شايفين برضو كده البحر من هنا. بصوا الجمال والهدوء. باين كده البحر من هنا.
يبقى زي ما قلنا كده، ادي البحر كده قريب مننا. نطلع بقى. طلعنا كده، هنكمل بقى جولتنا في شوارع بيانكي. على قد ما اقدر هكمل معاكم في شوارع كتير زي ما اتطلبت الجولة، مع ان الشمس حامية، بس لما بقرب بصراحة من عند البحر بحس بنسمة هوا حتى لو الشمس طالعة. نسمة هوا بتبقى جميلة حتى لو الشمس طالعة، بس برضو الجمال كده. ادخل كده ولا كده؟ تعالوا ندخل كده. ايه الجو ده؟ ايه الجمال ده؟ الشارع برضو ده كده اخره برضو يوديني على البحر. اوريكم الجمال ده كده تاني قبل ما امشي. دي الجمال ده. يلا بينا. تتمشي في الشوارع ولا تدخلي عند البحر؟ تتمشي احسن. طب تمام. طب تعالي بقى نروح من هنا كده، مشيناش من هنا، تعالي. برضو على قد ما بقدر بجيب لكم برضو الفيلل هنا. لاني زي ما قلت لكم ان هنا معظم المشاهير والفنانين فيلالهم هنا، بس بصراحة ما يعني احنا ممكن اللي صورناهم دي بتاعت حد من المشاهير، يعني تقريبا اللي فاتت دي تقريبا بتاعت نيلي كريم، بس برضو مش جزمة بالموضوع يعني.